علشان نتخلص من كل الجراثيم لازم نغسل يدنا لدقيقة كاملة. أحمد، ليش الصابون اللي تستخدمه ما في منبه؟ ها؟ لايف بوي، غسول يدين مع منبه. نعم، لأن منتجات غسول اليدين المضادة للجراثيم الأخرى قد لا تتخلص من الجراثيم، لكن غسول اليدين متغير اللون من لايف بوي يتحول إلى اللون الأخضر كدليل على اختفاء 99.9% من الجراثيم.